مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكياء وذكيات مدارس الطالب الذكي. موعدنا اليوم إن شاء الله بإذن الله مع درس بعنوان النسبة والتناسب. يا ترى ما هو مفهوم كلمة النسبة؟ النسبة هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع أو جزء إلى جزء. ما معنى أستاذة مقارنة بين كميتين من نفس النوع؟ هيا نستعرض سويا من خلال المثال التالي ما هي المقارنة، ما هو معنى النسبة. أمامنا الآن نمط، هذا النمط يتكون من الحين أمامنا ثلاث مربعات، هذول الثلاث مربعات 1، 2، 3 نلاحظ أنهما مربعان باللون الأبيض مقابل مربع واحد باللون الأسود. إذن المربعات البيضاء هي ضعف المربعات السوداء، أما المربع الأسود فهو نصف المربعات البيضاء. إذن للحصول على المربعات البيضاء نقوم بالضرب في العدد 2، أما للحصول على المربعات السوداء نقسم على العدد 2. لماذا نضرب في 2 ونقسم على 2 أستاذة؟ لأن العلاقة بين المربعات البيضاء والسوداء هي نسبة 1 إلى 2. نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي أمامنا المربعات البيضاء، إذا كانت المربعات البيضاء 8 فما هو عدد المربعات السوداء؟ إحنا اتفقنا أن المربعات البيضاء هي ضعف المربعات السوداء، إذن السوداء نصف البيضاء. إذن للحصول على المربعات السوداء نقوم بالقسمة على العدد 2، عند قسمة 8 على 2 يكون الجواب 4. طب الحين أنا عندي المربعات السوداء 6، كم يكون عدد المربعات البيضاء؟ نعلم أنها ضعفها، إذن نقوم بالضرب في العدد 2 تكون 12. طيب أنا الحين عندي المربعات البيضاء 14 والسوداء نصف البيضاء، إذن نقوم بالقسمة على العدد كم؟ 2، أحسنتم، يكون الجواب 7. وننتقل الحين إلى المثال التالي. يصنع عزان دهان أخضر بواسطة دهان أصفر مع دهان أزرق. يستعمل عزان علبتين من الدهان الأصفر لكل علبة من الدهان الأزرق. استعمل عزان 8 علب من الدهان الأصفر لصنع دهان أخضر بشكل كاف لتجميل غرفته. كم علبة من الدهان الأزرق يجب أن يستعمل؟ لابد أن أركز جيدا في السؤال. إحنا اتفقنا أن النسبة يعني بقارن بين كميتين. إيش هما الكميتين اللتين أقارن بينهما في هذا السؤال؟ بقارن بين الدهان الأصفر والأزرق، بقارن بين الدهان الأزرق والأصفر. منين أحصل على العلاقة؟ هنا في السؤال خبرني يستعمل عزان علبتين من الدهان الأصفر لكل علبة من الدهان الأزرق، إذن بقارن بين الأزرق والأصفر. يستعمل علبتين من الأصفر مقابل كل علبة واحدة من الأزرق، إذن عندما يستخدم واحدة من الأزرق يستخدم المقابل لها كم؟ 2 من الأصفر. إذن الأصفر هو ضعف الأزرق والأزرق نصف الأصفر. إذا استعمل عزان 8 علب من الأصفر، إذن هيستعمل 8 علب من الأصفر. كم يا ترى يستعمل من اللون الأزرق؟ لابد أنه سيستعمل نصف هذه الكمية. كم تكون؟ كي أحصل على نصف هذه الكمية إذن سأقوم بالقسمة على العدد 2، إذن يكون الجواب 4. وننتقل إلى التدريب التالي. يشكل ارتفاع صورة اللعبة 5 أي 1 من 5 قياس ارتفاع اللعبة الحقيقية. فإذا علمت أن ارتفاع صورة اللعبة 5 سنتيمتر فما ارتفاع اللعبة الحقيقية؟ كما اتفقنا عزيزي الطالب أهم شيء أبحث عن الأشياء التي أقارن بينها. عن أي شيء نقارن الحين؟ أنا الحين لدي صورة ولدي أصل أو لدي اللعبة، هذه هي اللعبة وهذه هي صورة اللعبة. أنا الحين بقارن بين الارتفاع في الصورة
والارتفاع في الحقيقة لهذه اللعبة. إذن بقارن بين حاجتين: ارتفاع الصورة، ارتفاع اللعبة في الصورة، وارتفاع اللعبة في الحقيقة. إذن بقارن بين الصورة والحقيقة. هنا قال لي في المسألة: يشكل ارتفاع صورة اللعبة 5، يعني 1 من 5. 5 يعني كل 1 سنتيمتر في الصورة بيقابله في الحقيقة 5 سنتيمتر. كل 1 سنتيمتر في الصورة بيقابله 5 سنتيمتر في الحقيقة. إذا كان الطول في الصورة 5، إذن كم يكون الطول في الحقيقة؟ نعم، أسمع من يقول: أستاذة نضرب في العدد 5. إذن يكون الطول في الحقيقة هو 25. وننتقل إلى المثال التالي. يمثل الشكل التالي نمطا من خرز. مقابل كل خرزة بنفسجية هناك 4 خرزات خضراء. ننظر إلى هذا النمط، 4 خرزات خضراء، 1، 2، 3، 4 مقابل لهم 1 بنفسجية. هذا هو النمط الأول، وأكملنا بنفس الطريقة. كل مرة هيكون 4 خرزات خضراء بعدهم 1 بنفسجية، ونكمل بهذا الشكل. أو ممكن أعبر بصورة أخرى. إيش هذه الصورة الأخرى التي أعبر عنها؟ أقول في كل 5 خرزات يوجد 1 خرزة بنفسجية. تمام؟ يبقى النمط ممكن أعبر عنه بطريقتين. الطريقة الأولى أقول كل 4 خرزات خضراء مقابل لهم 1 بنفسجية، أو أقول من كل 5 خرزات يوجد 1 خرزة بنفسجية. وننظر إلى التدريب. ما هو يريد منك عزيز الطالب؟ أن ترسم أنت أنماطا مختلفة. أرسم أنماطا من الخرز لتتوافق مع الأوصاف الآتية: مقابل كل 1 خرزة سوداء نجد 3 خرزات بيضاء. كيف يكون؟ إذن أقوم برسم مقابل كل 1 خرزة سوداء، أقوم برسم 1 خرزة سوداء ومقابل لها 3 خرزات بيضاء. هذه 1 خرزة سوداء مقابل لها 3 خرزات بيضاء. وممكن أنت أن تكمل عزيز الطالب باقي أنماط أخرى، ترسم أنماط أخرى كثيرة. من أصل كل 3 خرزات 1 فقط لونها أبيض. الحين هيكون عندي 3 خرزات، هاخذ 1 منهم يكون لونها أبيض بهذا الشكل. يبقى الأصل عندي فيه 3 خرزات، 2 بلونهم بلون مختلف، وواحدة فقط منهم هتكون باللون الإيش؟ الأبيض. ننظر للمثال التالي. وصفة لصنع 12 كعكة بالزنجبيل. الحين لدينا هذه الوصفة. هذه الوصفة تصنع لنا 12 كعكة من الزنجبيل. احسب مقدار الطحين والزبدة والسكر المطلوب لصنع 24 كعكة زنجبيل. ننتبه هنا عزيزي الطالب، هنا كانت هذه الوصفة الأولى لصنع 12، الحين نحن نريد نصنع 24. من 12 ل 24 إذن نحن ضاعفنا الكمية. يعني إيش ضاعفنا الكمية؟ يعني ضربنا في العدد 2، أو 12 زدنا عليها 12 أخرى. إذن لابد للحصول على 24 كعكة زنجبيل أن نضاعف الكميات التي لدينا. كيف نضاعف الكميات لدينا؟ لدينا طريقتين، إما أضرب في العدد 2 أو أزيد نفس الرقم. يعني نسبة الطحين 350 أزيد عليها 350 يصبح الجواب كم؟ 700. أو ممكن 350 أقوم بالضرب في العدد 2. طيب أريد أضاعف كمية الزبدة. كم كمية الزبدة لدينا؟ 125. أضاعفها يا إما أضربها في 2 أو أزيد عليها 125 أخرى. يبقى 125 زائد 125 يصبح الجواب 250. السكر نضاعف أيضا كمية السكر، 175 جرام سكر أسمر. نضاعف الكمية أن أزيد نفس العدد أو أضرب في 2، إذن يصير 350. وبهذا نكون انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في الدرس القادم. ولا ننسى حل الواجب، ونتواصل إن شاء الله بإذن الله عبر
الواتس.